اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا وصباح النور وعلى صباح النور ساره. الان الى هاشتاج الفقره المنتظره هاشتاج صباح النور. اذا مشاهدينا الى اخر اخبار السوشيال ميديا والزميل احمد الهاشمي في هاشتاج صباح النور. يا اهلا وسهلا. دبل كليك. دبل كليك. كيف نحن؟ الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. شيف يعني انت اعدت الينا ذكريات الطفوله. بس معلومة سريعة بما له علاقة بالسمبوسة الباكستانية اللي قاعد يسويها الشيف، كنا لما كنا أطفال يمكن سارة عم تشارك لي يعني الذكريات، كنا نروح عند عند الخبازين الأفغان الباكستانيين، كنا نروح ناخذ اثنين ثلاثة ونرجع على البيت، فالوالدة تسألني أحمد ما تريد تاكل؟ لا ماما شبعان شبعان وعادي ومشي، ليش كنا شبعانين الله أعلم، لحد الآن كان سؤال بس بعدين انكشفنا يعني. لا بس ما شاء الله زبطها. إيه لا بس أتقنها، بس أنا عن نفسي أحب معاها شوية سبايسز، عرفت شلون؟ رائعة. مشاهدينا اهلا وسهلا، شيف يعطيك الف عافيه. شكرا. رح نبدا فعليا معاكم بابرز الهاشتاجز اللي برزت باخر 48 ساعه، طبعا اكو هاشتاج جدا كبير راح نشوفه. راح ابدا به لان احداثه يوم امس كانت جدا كبيره، هاشتاج البصره، طبعا راح نشوف التغريدات اللي لها علاقه بالبصره فما راح اتكلم عنها الان. سلمان عوده ليس ارهابيا، هذا بالنسبه للشخص سلمان عوده ما زال لحد الان الهاشتاج متصدر بالترند. ادلب ادلب ايران مرتبطين شويه فعليا مع بعضهم، اكو ناس لما غردوا غردوا بادلب وايران مع بعض، اكو ناس حطوا ادلب وايران وحطوا السعوديه وحطوا فعليا اي دوله عربيه كان لها علاقه او اسمها ذكر او كان اكو اي تحليلات لها علاقه بسوريا. راس السنه الهجريه كذلك ما زال وجوده، بدا شوي يظهر اكثر. عوض القرني بالاضافات اللي صارت، طبعا راح نشوف التغريده اللي على اساسها تحول، مو على اساس التغريده، على اساس هذا النوع من التغريدات تحول الهاشتاج الى ترند. خلينا بعد اذنكم نشوف اول فيديو معانا من انا العربي والعاصمه لما تحوي بعض السفارات. خلينا نشوف العاصمه شنو هي ونشوف السفاره شنو هي. هذه فعليا الفكره العامه مشاهدينا ما له علاقه بنقل السفاره او عدم نقل السفاره. زين، من بعد ذلك خلينا ننتقل الى الهاشتاج اللي تكلمنا عنه، عوض القرني. خلينا نشوف الهاشتاج. تاكد لنا طبعا هذا من حساب معتقلي الراي، تاكد لنا ان المحكمه الجزائيه المتخصصه عقدت جلسه سريه للشيخ عوض القرني ووجهت خلالها النيابه العامه لائحه تهم زائفه ضده وطالبت بما سمته قتله تعزيرا. طبعا هذا كان يعتبر يعني الحكم الثاني من بعد الهاشتاج طبعا اللي تكلمنا عنه اللي اخذ هاشتاج اللي هو الشيخ سلمان عوده. نكمل لو سمحتوا. نشوف التغريدة، طبعا واضح بأنه كان أكو علامات استفهام على هذا الموضوع، فبعد قرار إعدام القرني كثر طبعا أعادوا تغريدة هذا الشيء اللي كان له علاقة بالنيابة العامة، متهكمين طبعا على ما تدعيه النيابة يعني بالشيء المذكور. من حق أي إنسان عدم القبض عليها أو تفتيشها أو توقيفها أو الفكرة كانت والمربط ب إلا في الأحوال المنصوص عليها الأنظمة المرعية، فطبعا كان التهكم على أنه جميع معتقلي الرأي لم توجه لهم تهم إلا بعد عملية الاعتقال، فهذا كلام يعني حبر على ورق أو بوست على فيسبوك، حبر على ورق أو بوست على فيسبوك. زين، فمن بعد ذلك راح ننتقل إلى بعد، راح نظل بنفس الفكرة النيابة العامة. خلينا نشوف الفكرة اليوم بعد هذه. النيابة العامة كذلك كانت قد أشارت بحسابها اللي على تويتر، شباب العربي طبعا أخذوا الفكرة، خلينا نقرأها سوا. النيابة العامة السعودية تقول أنها ستعاقب من يبث مضمونا على مواقع التواصل يتضمن السخرية والاستهزاء أو الإخلال بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة. الاعتقال قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة 800,000 دولار. طبعا نحن نتكلم عن حوالي 3 ملايين ريال سعودي، يعني بوست قد يكلف الإنسان 3 ملايين ريال سعودي اذا كان داخل السعوديه. زين، اذا طلع برا السعوديه وكتب تنانانا شك شك. اوكي زين، هذه بالنسبه لهذه الفكره. خلينا ننتقل لو سمحتوا للفكره اللي من بعد هذه.
رح ننتقل كذلك داخل نفس الهاشتاج هاشتاج مجتهد كان اكو هذا التفصيل كنا نتذكر طلعنا فكره الفيديو اللي كان ببريطانيا للامير احمد بن عبد العزيز اللي تكلم وقتها احد المتظاهرين كانوا موجودين فتكلموا بكلمات داون داون ال سعود وكذا فانزعج من هذه الكلمات وعبر على انه اذا عندكم مشكله روحوا عند اصحاب او اولياء الامر فهذا الامر اوجد شويه يعني تبعات لهذا الموضوع فاحمد الأمير أحمد نفسه انزعج من هذا التفصيل يبدو فعبر على أنه لا هذا الأمر مو موجود ونفى هذه الفكرة خلينا نشوف التغريدة من مجتهد مطلعون على أحوال خلينا نشوف اللي قبل هذه لو سمحتوا خلينا نقرأها مطلعون على أحوال محمد بن سلمان يقولون أن تصريح أحمد بن عبد العزيز دفعه لترك التردد جانبا وبدأ ينظر جديا في التعجيل بإعلان نفسه ملكا خوفا من أن يترتب على تصريح أحمد التحرك من العائلة ضده قبل أن يصبح ملكا بشكل رسمي يتوقعون أن يتم ذلك قريبا جدا ما لم يحصل ما يمنع طبعا هذه الفكرة ما له علاقة يعني الفيديو اللي طلع لي الأمير أحمد بن عبد العزيز نكمل بعد هذه ونبدأ نفوت بالهاشتاج اللي تكلمنا عنه له علاقة بالبصرة وراح نشوف البداية أمس طبعا كان أكو كلام أو أول أمس مساء كان أكو كلام عن يعني حظر تجول ممكن يصير بالبصرة ولكن واضح بأنه القراءة للشارع أوجدت بأنه أي حظر تجول الناس موجودين وراح نشوف طبعا كمية الفيديوز اللي لها علاقة بهذا التفصيل فألغوا فكرة حظر التجول قبل بدايته بوقت قصير فكانت الفكرة السلطات العراقية تتراجع عن قرار حظر التجول في البصرة نكمل لو سمحتوا من الطبيعي أن يتم رفع حظر التجول في البصرة لأن الاحتجاجات السلمية لا تنتظر الإذن للخروج أو عدمه حين يقرر شباب البصرة الشجعان الخروج لن يمنعهم أحد حظر التجوال إجراء شكلي أمني أمام القانون الناس في جميع الأحوال تتنقل وتقف معتصمة أمام التجاهل وتخدير المحتجين بتشكيل اللجان طبعا هذه المعلومة وغيرها من التفاصيل الناس ركزوا فيها على فكرة حظر التجول من عدمه بس الأفكار الأدبية والكلمات الأدبية كانت الأكثر انتشارا أو يعني ظهورا تحت هذا الهاشتاج بس الناس ركزوا أكثر شيء على الفيديوز اللي راح نعرضها لأنه كان امبارح تكلمنا عن أحد الفيديوز حتى أنه راوية ذكرت بأنه ذكر هذا الأمر بمصر لأنه اهتمام الناس وحتى أن القوات الأمنية راح نشوف هذا التفصيل بس خلينا نشوف اللي من بعد هذا أتوقع يكون هو الفيديو لا أكو عندنا تغريدات هل تعتقد أن الحكومة العراقية المزمع تشكيلها ستلبي مطالب المحتجين في البصرة طبعا هذا جعفر عبد الكريم مقدم في قناة دوتشي فيلي وواضح بأنه هذا النوع من أنواع التغريدات بدأ يأخذ المنحة أنه لا نستفيد من هذه الفكرة حتى نشوف الإحصاءات قدر المستطاع لأنه الناس اهتموا جدا بالهاشتاج وهاشتاج البصرة بالمناسبة ليش يعني أحاول أجمع جميع التفاصيل اللي لها علاقة بالهاشتاج لأنه كان ترند بكل الدول العربية فإذا ما كان الثالث أو الرابع كان الثاني وهذا أمر إلى حد ما يعتبر يعني على كذا يوم والبصرة تعتبر أنه مدينة عراقية تدخل ممكن القدس عاصمة فلسطين القدس عاصمة الأبدية كل هذه التفاصيل كانت إلى حد ما موجودة فأكلها تبرير بس أحداث البصرة تفاعل الناس معها هو اللي حولها إلى ترند نكمل لو سمحتوا طبعا هذا الفيديو اللي أمامنا مشاهدينا مأخوذ طبعا من كاميرا مراقبة جنب أحد المباني تظهر كيفية تعامل الجهات الأمنية مع المتظاهرين اللي راحوا تخبوا يعني يا أما راح تخبى بالبيت أو راح رجع على بيته أو كذا فوضح عملية يعني التقصي عنهم والإتيان بهم خلينا نشوف الطريقة ونرجع لكم طبعا حطينا شويه موسيقى شويه تبدل المود لان المشهد جدا مزعج فما يعني احنا نقول لكم ذهنيه لهذا الموضوع ولكن واضح بانه عمليه السحل مزعجه يعني كل الاحوال للمتظاهر يطالب فقط بان المياه ما تكون مالحه حتى انه المتظاهرين استخدموا اساليب راح نشوف يعني شيء منها كانوا يرفعون كلمات مكتوب عليها انه لا تطلقوا علينا النيران فالمغاسل يعني اثناء بعد تغسيلنا بعد ما نموت الملح اللي بالماء اللي هو اساس التظاهره طبعا الملح اللي بالماء يؤذي جراحنا يعني كانت لمسة نكمل من بعد هذه لو سمحتوا نشوف التفصيل لحظة اشتعال النيران بمبنى الإدارة المحلية في محافظة البصرة جنوب العراق عصر اليوم طبعا عصر يوم أمس الخميس هذا طبعا الأمر زاد عليه حرق
مقرات الاحزاب مساء. فاليوم كان اكو فيديوهات الان طبعا لايف بدها تطلع، الناس دا يتجمهرون، واكو ناس طبعا قرروا يتجمهروا بعد صلاه الجمعه لانه البارحه تعبوا فاخذوا راحه شويه اليوم بريك، فالتجمهر اعاد للبصره بعد صلاه الجمعه، واكو ناس فعليا الظهر يعني بينوا اليوم. خلينا نشوف الفيديو اللي طبعا تكلمنا عنه بهذه التغريده اللي هو الفيديو التالي لو سمحتوا، ونرجع لكم حتى نشوف تفاصيله. طيب خلينا نتكلم مشاهدينا عن المشهد اللي تكلمنا عنه امس اللي هو يعني الفكره الاساسيه الاسعافات الاوليه لقوى الامن اثر اختناقهم طبعا بالغاز المسيل للدموع. فخلينا نشوف شلون فعليا او عفوا بالاحرى ومن اللي اسعفهم، وهذا مربط الفرس، من اسعف قوات الامن ومن الناس اللي كانوا قوات الامن تطلق عليهم الغاز المسيل للدموع حتى اصابوهم باصابات خطيره فعليا برصاص حي. خلينا نشوف هذا الفيديو ونعود. تعرف احمد، تذكرت لما كنا صغار كنا بنلعب جري، يعني بنركض ورا بعض، فاللي راكض وراك لو وقع بترجع بتقومه وبتجري تاني عشان يرجع يجري وراك. فنفس الشيء، يعني هي لو فكرنا في اشياء بنوع من المعقوليه انه اللي قدامك ومغطي وشه عشان ما ينعرف مين، ممكن يكون اخوك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون صديقك، ما طالع عشان ياذيك، هو بيطالب باشياء جدا بسيطه. فانك تسمعه لما انت وقعت اول واحد جرى لعندك عشان يسعفك هو نفسه. صح. هو فعليا القوى الامنيه دائما، مش بس في هذه الحاله، في كل حالات التظاهر والمتظاهرين، القوى الأمنية والمتظاهرين هن بصف واحد. صح. ولكن يلي عم بحرك أو يعطي الأوامر هو يلي عم بيحطه بموقع القامع. هو غيره، لأنه الشخص وقت يشلح البدلة الرسمية عم يرجع على بيته ويلاقي أيضا ماي مالحة. صح. ولكن وظيفته هذه الفكرة، حتى تذكرين مظاهرات لبنان كذلك لما صارت طلعت ريحتكم وغير ذلك، كان التفصيل إنما أنت راح تروح راح تنزل بعد ما تشلح مثل ما تفضلتي، تشلح بدلة العسكرية أو إلى آخره، البدلة على قولة المصريين تلبس ميري تبدأ تنزل فعليا، فهذا التفصيل، فراح تعاني من نفس ريحة الزبالة أنا وأنت تنشمها. زين خلينا نكمل مشاهدينا ما له علاقه بالتفصيل. التصنيعات العسكريه المروحيه التركيه تي 625 متعدده الاغراض تنجح في تحليقها الاول، الف مبروك. خلينا نشوف. تكلمنا البارحة عن الحر وعن زيادة الرطوبة، وتكلمنا عن هاشتاج الرطوبة أول البارحة، والناس ما اليوم شتت. شلون؟ اليوم شتت الدنيا الصبح. والله؟ أنا ما انتبهت. وين؟ ليك أنا ما انتبهت بس راوية قالت لي. والله لطيف. فتكلمت كثير عن سالفة الرطوبة واهتمام الناس بفكرة الرطوبة وكذا، خلينا نشوف هذا المواطن الكويتي اللطيف اللي عبر عن انزعاجه من الرطوبة وبطريقة معينة وأخذ دور الناظر كذلك، واقترح اقتراح جدا لطيف على الملابس اللي راح تكون بنهاية الفيديو. خلينا نشوفه سوا. يا يبوي، أنا اللي ناظر مدرسة مو متحمل، غتة مكيفات طافية، طبيت قصيتها طاب من الطوفة، أول مرة حالات بزليغة باليهال. يا يبوي سووا المكيفات، سووها، تعبنا، ماكو عقود صيانة. يا وزارة التربية الله يهديكم، الصبيان المفروض الحين على هالحر يلبسون خري وفين العلاك؟ والله والبنات قوم لك، سووا التكييف ابوي، سووا تعبنا يا يبا.
نقل الحراره عندي انا راح ابدا اعرف من وراء. بس بس تلميح سريع، الكلمه اللي قالها هي نوع من انواع الملابس اللي ممكن ان ترتد طبعا تحت الازار او تحت الثياب او تحت الدشداشه يعني، فهذه بس حتى نلمح لهذا الموضوع، بس الحر تتمكن منه جيدا يعني. معروف ان الكويت من الدول اللي في درجه الحراره عالية. في الصيف فيها جدا عاليه والرطوبه عاليه جدا والغبار عالي، فتسجيل اول حاله هروب لناظر المدرسه زمان تعودنا انه الطلاب هم اللي بيهربوا بنطوا من السور، فانه اول تسجيل اول حاله هروب للناظر رائع. انا طبعا يعني لما حطيت الفيديو، لما اخترت اني احط الفيديو عرضته 3-4 مرات لنفسي، لان انا اتونست ان هذا الشيء لازم يكون موجود. واضح انه الفيديو فكاهي يعني معمول عمل، ولكن وصل الفكره 100%. مشاهدينا دائما تواصلكم معنا يكون عبر حساباتنا عبر فيسبوك انستغرام وتويتر، وشكرا جزيلا وعوده الى جميلات البرنامج. شكرا لك.